حضورها وعلى دعمها لجمعية العائلة للأعمال الاجتماعية ثقافة وفنون ولجمعية الرضا والنور للإعاقة لأسباب طبية. في هذه الندوة مناسبة اليوم الوطني للمعاق الذي يحتفل به المغرب من كل سنة في 30 مارس. القدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المركز الوطني هذا اليوم لكي هاد الايام اللي كتصادف اليوم الوطني للمعاق كما كتعرفوا كل سنه كيحتفل المغرب باليوم الوطني للمعاق اللي كيصادف 30 مارس كل سنه. فعلى عادته المركز الوطني نظم هذه السنه في النسخه الثالثه عشر الخدمات التربويه والتاهيليه والتكوينيه والعلاجيه الوظيفيه داخل المؤسسه المختصه او المؤسسه التعليميه العموميه دامجه. شكون اللي كيستافد من هذا البرنامج؟ يستافد من برنامج تحسين دعم تندرس الاطفال في ذوي الاعاقه، الاشخاص في وضعيه الاعاقه، المعوزون والمسجلون في مؤسسات مختصه او في اطار اقسام البرنامج المدرسي، قاعات الموارد للدعم للتاهيل والدعم، او قاعات اقسام عاديه دراسيه عاديه مؤسسه تعليميه عموميه. شكون اللي كيتولى هذا البرنامج؟ الجمعيات العامله في مجال تندرس الاطفال في وضعيه الاعاقه. شنو البرامج اللي كيشمل هذا البرنامج البرنامج الخدماتي هي اول كبرنامج الف برنامج باء. السلام عليكم، معكم بعيده خبيزي رئيسه جمعيه العائله للاعمال الاجتماعيه ثقافه وفنون. بمناسبه اليوم الوطني للمعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنه، نظمنا ندوه تحت عنوان مستجدات وزاره التضامن التنميه والمساواه والاسره في موضوع برامج التي تسطرها للجمعيات التي تشتغل بمجال الإعاقة. اليوم هنا في مركز محمد السادس للمعاقين حيث اجتمع جمعيات المجتمع المدني مع من ينوب على مندوبة التعاون الوطني في هذا المجال، وقد قدم لنا توضيح السيد عبد اللطيف العباني ملخص عن برنامج التماسك الاجتماعي. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.